راديو نيل. النهاردة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلع بيان مهم جدا. البيان ده بيرصد فيه ان في شكاوى واتصالات جت من عدد من الزملاء والصحفيين ضد احد اعضاء هيئة التدريس في كلية اعلام اللي بينشر مجموعة من المقالات على صفحته على فيسبوك، واخرها كان مقال منشور النهاردة الصبح، وبيقولوا ان المقال ده فيه نقد للاعلام، ومش نقد ولكن تجاوز مرحلة النقد الى مرحلة الاهانة لمهنة الاعلام ككل ولعدد من الاعلاميين باسمائهم. المجلس قال ان هو دلوقتي مجلس اعلى تنظيم الاعلام ان هو الاول هيتاكد من صحه البيانات المنشوره وان هي فعلا تخص عضو هيئه التدريس، وبعد ما يتاكد هيتوجه الى النائب العام بشكوى جنائيه ويطلبوا من النائب العام حمايه مؤسسه كافله لها الدستور حمايه حريه الاعلام، لان النهارده في المقال ده النقد او المكتوب نال من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقال نصا في البيان بتاعه أن المجلس دائما وأبدا مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقصف الإعلام المصري كله والزملاء بأسمائهم، ومن غير المفهوم أن الكلام ده يبقى في هذه اللحظة، ومن غير المفهوم برضو وغير المقبول أن يبقى فيه ألفاظ بتبقى تمس الشرف وبتطول الإعلام والإعلاميين. طيب ده البيان، والبيان عمل كده مناشدة لجميع الإعلاميين والصحفيين إن هي إن الكل يكون موضوعي، وإن الموضوعية هي المنهج اللي بنسير عليه، وإن إحنا لابد أن نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو عن الصغائر، وإن الإعلام تكون أو المنابر الإعلامية تكون بعيدة عن النيل من كرامة الناس. وقال إن هو مش هيسكت لحد ما ياخد إجراءات اللي من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضاء وكرامة الإعلاميين في مصر، وأن ما كتبه عضو هيئة التدريس لا يتصل من قريب أو بعيد مع حرية الرأي والتعبير التي يحرص الجميع على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداء صارخا على القيم والمبادئ والمعاني النبيلة. وهذه هي رسالة الإعلام بالدرجة الأولى. كلمة واحدة مع محمد دسوقي رشدي من الحد للخميس من 4 ل 6 على نغم FM. كلمة واحدة.